عليكم ورحمة الله وبركاته، إن شاء الله لاباس بخير. اليوم عندنا طريقة مراقبة البيبي فيريفيكاسيون. خليتها تبرد شوية ونحي البوجي. لا على بركة الله، البوجي عمرك لا تنحيهم، تكون حامية السيارة وعلى عليها. مازال ملاح، نحبكم شوية ونبلعهم برك. إذا كيما نشوفو هادي لقيناها، شوف ها هو الراس تاعها، هاهو هي ماهيش محروقة منا. ليسونسيال هنا كيما تكونش محروقة، كانت محلولة شوية، كي يكونوا محلولة شوية تبقى تكليكي السيارة. شوفوا يعني الوسخ هنا في بلاصة البوجية، هذا كاش حاجة ماتت تما. بون، هذا ركبوا لا بوجي تاعنا ونرجع دقيقة. هذا ركبوا البوجية تاعنا، البوجية تاعنا ما عندهمش بزاف، ملي ركبتهم شغل أنا نمشي. هذه الطريقة تاعهم، ما بغيتش نقلعهم في ربعة كاع، نقلع غير بالوحدة ونيتواي أحسن. دايما الإنسان ما زايش لابوجي تاعه بزاف. لا حول ولا قوة إلا بالله، اللي فيه سوي أيو هادو دايما انا يطلطق لي في سوق المنك. نحو في البوجيه الزازه، انا راه ديرها تجبدها ولا شي حاجه. مفتوحة بزاف، يعني نحكوها شوية يعني بدات تنحرق، نحكوها شوية ونرجع. يعني قمنا بتنظيف البوجية الزاوجة، زالت مليحة. شوف كي يكون الاحتراق مليح، ملكوش السيارة تاكل الزيت وكاع، شوف البوجية كيف يكونو دايرين. هذا محرك انا درت له ريفيزيون، وزعما الحمد لله ما ياكل لا زيت لا والو. هذه هي، انا درجع البوجية الزوجة تاعي. تعرف لازم تروح تروح مليحة هكا. البوجي هذا سبيسيال، في حد ذاتي ما غيرهمش بزاف زعما. يعني هذا شوف، يعني البوجية كي يكون محرك مليح، شوف شوف كيفاه بيضة. كي يكون احتراق في السيارة مريقل، شوف البوجية كيفاه دايرة. كون كيما نقولو السيارة تاكل الزيت ولا، نلقاو البوجية هنا معمرة بالزيت ولا فرن مسخة، يعني مازالو ملاح. هادو ما مشيتش بيهم بزاف، البوجيات اي كام عاديين تاع 75000 شي حاجة. ونحكولها لاطيت شوية، نبلعوها شوية، نعاود نركبوها.
انا كيما انا نشوفو نقيتها، زدت بلعتها شويه نقدها نحطها في بلاصتها. البوجيه التاليه بعدا ندير الباس خاطر الكابل اللي تاعها طير، هي تغلط شويه طير الكابل. يعني محرك ما شاء الله نعرفوه من البوجيات، شوف البوجيات كيفاه ناشفين، هما في الحقيقة طيش فيهم محروقين من الفوق، بصح ما ماهيش حاجة، هي تاني تنقى برك وتبلع شوية. البوجيات دا هنا نعرفوها هنا في البلاصة هادي تنحرق هنا، كي تنحرق هنا صاي تقيسها. هذه هي البوجية، البلاصة هذه هي اللي تحكم فيها، كي تروح لك من البلاصة هذه تنحرق تولي هنا دير لي زيت مع لاكيلاص هنا صاي تولي تروح. نقو هذه نعاود نرجعو ونديرو هاكا نركبو البوجية تاعنا. نقيتها وزيرتها لأنه ما نزيرش بزاف، صافي هذا الطرفيسة تاعنا. كيفاش نديرو؟ نديرو مارش، شوفو نغمو، نديرو مارش المحرك تاعنا. البوجيه هنا هي اليمين، إذا ما عجبونيش لي بوجي هادوك، ما عجبتنيش النغمة تاع الموتور بقات تقطع. عندي هادو دوريجين تاع دونو، هادو كانو عندي هنا كانو راكبين في ليطو قبل، وعلاش نحيتهم انا؟ نحشاها لي غير هزت على السيبور موتور نحيتهم، مش غادي ندير، غادي نقيهم نديرهم ان بون نيتواياج نعاود نركبهم. هادو لونو دوريجين صامغين الكراش هاديك فوالا مصدير، دخلها ان بون نيتواياج سيتو نتوايوهم وركبوهم ان شاء الله. اذا نتوايناها صافي، يعني احسن ملي كانت لا غير لاروي هادي من بعد نحيوها. نحا كي تفوت في الباص نزيدو نتوايو نشوفو هادي كيفاش راها دايره، تاني مسخة نحكوها. هادو دو تاع تشابين سيرتو
الجي بي ال دو تات احسن احسن من الان تات. نحكوهم نقيهم باسكو هاد الدفه قاعد عليهم من النور بها صامم كيما هكا نحكوهم نرجع. انا كملنا نيطواينا البوجيه الزوجه ما نسيوهم على الله. الدوزيام اللي ماش مسخة بزاف ولكن إذا قلها أنتي نتواياش نعاود نتوايوها. إذا قمنا بالتنظيف تاع لي بوجي في ربعة كما نشوفوها هما نقيين دوك يعاود يركبو. نعاود نوضو المحرك تاعنا ونشوفو ننتقلو للعملية للمحرك تاعو. نعاودو بنفس الطريقة اللي حينا بها كبير غادي نحطو لي بوجي تاعنا. نحو ونركبوه مليح الموتور يضري شوية ندوب هادي بسم الله على بركة الله مكيبداش الباس تاعها تتنقى. أنا كاش غادي نشري ربعة البوجية جدد وصايي هادي وحدة الخدمة تاعها هادي زوج نسخنو البوجية نيميرو دو كذلك ركبتو لها حدا. البوجية رقم اثنان مغيروش بزاف دايما كيما قلنا سيبو كولها الفيسو هذا راح نجيبو لها البوجية من هنا طويل البوجيات مزاح حلو هدا عوش خفيف ماشي كيما الاخرين هاي كان تشبعينا بشوية ديرها كطير في صولة تستحفظ عليه خطر دي فوا يلصق يلصق ميحبش يتحل كي ميحبش يتحل غادي يطنطره الطير هادي يطنطره الطير لك هادي تعاود تولي ترقعه كالي توصلوا لي في صنع غادي انت من الدنيا 70000 مش عارف شحال تموني انا نحب نستحفظ على الصوالح هاني البوجية الرابعة ان الله يخدمو دوك نديرو مارش نسيو بسم الله سامع البوزيات هادوك فارقة حموتي
l'assurance. انا كيما نشوفو هادو لي بوجي كي نقاو احسن من الخناش. شتو الفيديو السابق كيفاه كانت تدير السيارة، كانت تندل. هادي هي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نتلاقاو في فيديو اخرين ان شاء الله. عاد تزيدو شوفو المحرك تاعي وكوكو. يعني المحرك راهي دايرة صافي صافي. هذه هي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.